السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشرفاء، إننا حضرنا للاستفادة منكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. استمعتم أيها الأحباب من القارئ الشيخ محمد صديق وهو من دولة الهند الشقيق. أيها الأحباب، ونحن هنا في قرية المهدية، فإنني أتذكر أخي الأكبر وأستاذي الأستاذ عبد الرحمن العطار رحمه الله، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة. أيها الأحباب، نختتم هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة من الهند أيضا للقارئ الشيخ عبد العزيز فلاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، نحن مسرورون ونحن حضرنا ووصلنا إلى مع أستاذنا الشفوق الذي الآن قرأ علينا محمد الصديق حفظه الله ورفقاء أين السفر من الهند الأربعة. ونشكر أولا حبيبي وحبيب الملايين الشيخ حرك الله وأخوه وأخيه الكريم شيخ وائل حفظه الله. وبعد ذلك أشكركم ونشكركم من أحبتنا جميعا المستمعين وأهل هذه القرية والبلدة. ما شاء الله الله شكرا شكرا حقا والله حقا لقد نورت قلوب ونورت وجوهنا بزيارتكم وبحضور هذه المنبون بحمد الله بفضل الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا. بإذن الله جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنا أقلد شيخ حضرتك ما شاء الله. هو حبيبي. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا محمد رسول الله. محمد رسول الله.
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الآن أيها الأحباب يقام لصلاة العشاء.